السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأصدقاء الصديقات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مستمرين معكم إن شاء الله في هذه السلسلة. هذه اليوم إن شاء الله غادي نخدمو على التيبي ديال البيوفيزيك. خصك تاخد بعين الاعتبار بأن لانوت اللي غادي تديها في كونترون دي هي لانوت ديال ليكزام، يعني خصك تكون بريباري شوية وغادي مع الأستاذ أي حاجة قالها لك نعطيها باش في الاخر تصايب واحد الكونترون دي ديالك اللي غادي تحصل عليه شي نقطه زينه ان شاء الله، باش غادي تعاونك في ليكزام في اخر الدوره. بديو ان شاء الله بالتي بي نيميرو 1 اللي كيتمحور على ليوتيليزاسيون ديال لوسيلوسكوب، راس داك راسي من التذبذب. كي غادي نديرو نخدموه كي غادي نديرو نقراو داك المنحنى الى اخره. دونك كما كتشوفوا لوسيلوسكوب ها هو في الصوره اللي غادي يخدم معكم الاستاذ كيفاش كتخدموا، واي بوطونه هنايا كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الازرار هنايا، يقول لكم كل وحده اللي ماش كتصلح. بحال ديك الشاشه ليكرون دافي شارج فين كتشوف المنحنى وكتقرا، كاين بوطون باش كتريغل اونسيبيليتي فيرتيكال، كاين لونطري ديال السينيال، بوطون باش كتريغل الفيتاس دو بالاياج، بوطون باش كتريغل كلارتي ديال السبوت، كاين عاوتاني بوطون ديال الريغلاج ديال لانتونسيتي ديال السبوت الى اخره. دونك في الانتروديكسيون غادي نتعرفوا على زوج ديال المفاهيم اللي هما اساسيين، والمفهوم اللي هو لا بيوفيزيك اللي هو اللي داير فيه كاع اللي داير عليه كاع هذا الفيلم هذا. دونك لا بيوفيزيك هي لا سيونس كي ايتيدي لا بيولوجي افيك لو برينسيپ ديال لي ميثود ديال الفيزيك، ديفلوب دي موديل دي ميثود اي دي زوتيل دو لا فيزيك بور ايتيدي اي كومبروندر لو فيفون. دونك لا بيوفيزيك اللي هي الفيزياء الحيويه هي واحد العلم اللي كيدرس علوم الاحياء بالمبادئ والاساليب ديال الفيزياء، وكيطور لنا نماذج واساليب وادوات الفيزياء باش نفهمو الكائنات الحيه. دونك عندنا عاوتاني واحد المفهوم تاني اللي هو حتى هو عنده واحد الدور كبير في هذا المانيب هذه اللي هو لوسيلوسكوب. لوسيلوسكوب رسم الدبدبات. دونك قال لك لوسيلوسكوب هو ان اباراي دو ميزور كي ريبريزونت ان سينيال الكتريك سو لا فورم دان كورب. لا كورب دو روندي دان اوسيلوسكوب يابولي اوسيلوغرام. قالك رسم الدبدبات هو واحد الجهاز ديال قياس الاشارات الكهربائيه اللي كيمثلهم لنا على الشكل ديال المنحنى داك ليكرون، وكيتسمى داك المنحنى العرض الدبدبات بمخطط الدبدبات. دونك هو لوسيلوسكوب على حساب لي زانفورماسيون اللي كنعطيوه كيعطينا شي منحنيات، تقدر تكون على شكل كاريات، تقدر تكون على شكل نقطة وكشف الضياء، تقدر تكون على شكل داك المنحنى اللي ديما كنخدموه في الدالة. دونك بالنسبة للوبجيكتيف ديال هاد المانيب هادي هي نعرفو كيفاش نستخدمو داك لوسيلوسكوب رسم الدبدبات. الوبجيكتيف الثاني هو كيفاش نحلو داك المنحنى ديال رسم الدبدبات. دونك دابا نمشيو ليطاب ديال الريزولتا ديسكوسيون اللي هما النتائج والمناقشه. دونك هنا الاستاذ ديالي اولا في البوليكوب كيعطيني دي زانفورماسيون بحال واحد الطابلو، هما طابلوات كيكونوا فيهم تكون فيهم بعض المعلومات بحال لامبليتود لا دوغي الى غير ذلك، وحنا كنمشيو نريغلو بهم داك لوسيلوسكوب وكنعاينو داك المنحنى ونحلوه ونشوفو شنو كاين تما. دونك هنا عندي بزاف ديال الصوالح يقدر يعطيهم لي البروف باش نحسبهم. اول حاجه هي لامبليتود. لامبليتود كي كنديرو نحسبوها كنديرو نومبر ديال ديفيزيون فيرتيكال هي عدد ديال التدريجات الراسيه مضروبه مولتيبلي باغ لا سونسيبيليتي فيرتيكال مضروبه في الحساسيه الراسيه.
تاني حاجة عندي هي المدة. المدة هي نمبر ديال الديفيزيون هوريزونتال، عندك تدريجات الأفقية، كان مولتيبليهم ضربوهم في لا فيتاس ديال البلاياج. دونك خصك تاخد بعين الاعتبار دوك الوحدات اللي هما حاجة ضرورية. ان فوا كتخلي له بلا وحدات راه كتنقص لك لا نوت، يعني الوحدات راه حاجة ضرورية. نسيت ما شرحتش لها في لامبليتود. دونك هنا عندنا في لا دوغي النومبر ديال الديفيزيون كتكون عندنا في الديفيزيون، كنضربوها في فيتاز بالاياج اللي هي كتكون بالسكوند بار ديفيزيون. دونك كتمشي للديفيزيون مع الديفيزيون، كتبقى لي الوحدة ديال لا دوغي هي السكوند. دونك عندي عاوتاني البيريود اللي هي الفترة، كنديرو الحاصل ديال الضرب ديال التدريجات الأفقية في ديك لا فيتاس دو بالاياج، ونعاودها ونكررها رد البال للوحدات. بحال دابا هنا عاوتاني غادي تعطيك لا بيريود، غادي تكون الوحدة ديالها اللي هي سكوند. دونك عندنا عاوتاني هنا في هذه الفقرة آخر حاجة اللي هي لا فريكونس. الفريكونس اللي هو التردد، هو قال لك واحد المعامل كيتناسب عكسيا مع الفترة الزمنية. سيتي باراميتر انفيرسمون بروبورسيوني ا لا بيريود. دونك لا فريكونس اللي الوحدة ديالها هي الهيرتز. كيفاش كنديرو باش نخرجوها؟ كنديرو واحد على تي اللي هي لا بيريود اللي كتكون عندنا بالسكوند. من بعد كتجي عندنا ليطاب ديال لاناليز ديال لوبسيرفاسيون، تحليل وداكشي اللي كتشوفو، ديك لوبسيرفاسيون اللي كتشوفها في ليكرون كدير لها واحد التحليل. دونك عطينا هنا واحد ليكزومبل درنا فيه بروميير كا، هو اون اوبسيرف ان اوسيلوسكوب سو فورم دان بوان ليمينوز اللي كتسمى سبوت ليمينوز، كي نا با دامبليتود اي سا ديبلاس اي سو ديبلاس هوريزونتالمون de gauche vers la droite par une vitesse de كذا كذا كذا، وما تنساليش الوحدات السكون بار ديفيزيون. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني اننا هذا غير واحد المثال كنا خدمنا عليه هنا بعدا، كنلاحظوا في رسم تبدو واحد النقطه ضوئيه، هذيك اللي كنسميوها سبوت ليمينوز اللي هي بقعه ضوئيه ليس لها سعه، وكتحرك افقيا من اليسار الى اليمين بواحد السرعه محدده. ولا تقدر تكون عاوتاني واحد الحاله اخرى بحال المثال اللي كان عندنا هنا، كتقول له بويسكو اون اوغمونت لا فيتاس دو بالاياج لا فيتاس دو سبوت اي اوغمونت سي بور سا اون اوبسيرف ان لين كي باس دو لا غوش فيغ لا دووا. عندي مع الزياده ديال سرعه لا بالاياج كتزاد لي السرعه ديال البقعه، لهذا السبب كنشوفوا واحد الخط كيمتد من اليسار الى اليمين، وعلى حسب انت والاوبسيرفاسيون اللي كدير. يعني هذا راه غير اكزومبل غير باش تفهم كي غادي تكتب له ديك الاوبسيرفاسيون اللي غادي دير. واخر حاجه هي عندنا هي الكونكليزيون، تما غادي دير شي تلخيص ولا المهم شي كونكليزيون تكون مقاده وراك ريقل كونتروندي نتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله.